وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان. نشوب حريق في إحدى المحلات هنا بمدينة تطوان بطبيعة الحال، فالسبب هو راجع إلى تماس كهربائي بطبيعة الحال، فحضور رجال الوقاية المدنية وكذلك رجال الإطفاء اللي قاموا بإطفاء هذا الحريق اللي شب فجأة طبيعة الحال. فلحدود الآن فما كاينش شي خسائر مادية اللي هي كبيرة، وكذلك ما كاينش شي خسائر بشرية ولله الحمد. نتمنوا إن شاء الله أن هذا الحريق أنه ما يسببش خصوصا وأن بعض المصادر كتقول بأن باقي هذا الحريق هذايا على مستوى بعض الاسلك هنايا بوسط مدينه تطوان. متتبع قناه شوف تيفي كما قلنا، فرجال الوقايه المدنيه وكذلك رجال الاطفاء فهما حاضرين اليوم هنايا. تفضل. هذا خي ديفود اماندس جابوا لنا ديك المكانه صغيره 220 وشحال هادي وانا كنمشي عنده كنقول له اعطيني المكانه 380، ما عطيناش المكانه 380، عطينا مكانه 220. واش المكانه 220؟ هذيك قديمه كدوا نطر شي حاجه، ما جديده ديك الكترونيك ما كدوا نطر والو. هذا شنو المحل ديالك؟ المحل ديالي هو الكافي. يعني انت عندك بزاف ديال الالات، دونك الضغط بزاف عليهم، عندك بزاف ديال الالات كيستهلكوا الكهرباء، كان خصك مكانه اللي هي 380. كنقولوا لهم اعطينا الدوسي وقال لك لا دي حاجه بهادي، وانا باقي كنخلص على واحد قال لك لا انتينا ميمكنش يتخلص والكريدي على يا اخو، خلص عليه الكريدي وانا كنخلص الكريدي على يا اخو، عليه 3 المنايل ونص وانا كنخلص عليه، علاش غنخلص عليه؟ قال لك هذا قانونيا رجعت وطلبت له المكانه 380 ما بغاش يعطيوها لي، ما فهمتي علاش؟ ما جي لي بالمكانه عامله بحال اشواشه هذا العاشر. دابا اليوم غير الالطاف الالهيه ما كنتش انتينا فاطمه. انا شو كيفاش عامل اخي؟ شوف كيفاش رجعت؟ انا جبت 5 اراعي مستفيد فيهم راه هما فينهم، وصور ديك 5 اراعي ما كنتش انا طفيت داك الشيء، انا سمعت داك الشيء كيطرطق وطلعت ضحيت براسي على حسب الجيران اللي فوق مننا، ما خصناش الناس ما تطلع لهم، العافيه شاعله. عندك شي خسائر شحال تقريبا؟ نجي نشوفوا هذه الخسائر اللي عندك. الناس اللي كانوا تما كاملين خرجوا جبروا، الناس اللي كانوا مقهوين كلشي مشى بحالو، بقينا على الله الكريم. انت كتشوف خمسة هادو ما كانوش هاد القراعي، هادو ما كانوش هاد القراعي ما كاين والو، هاد البوربو هو اللي قهرني انا. تو على البوربو فيها، تو على البيوطيه فيها، ما كانش شي هادي اللي عملت انا هاد المنظر هذا، ما كان والو، راه العافيه بقى شاعله اللي عطى الله هو هذا. سمعت باقي الشرارات باقي شويه ديال العافيه لحدود الان، باقي الخطر كيهد؟ لا دابا الخطر داك الشيء دخل في الحيط داخل، دابا الناس الفوقانيين ما عندهمش الضوء، بقينا لا حنا لا الناس، وثلاثه النوبات وانا كنقول لهم عطوني المكان، عطيتهم الدوسي عطيتهم الدوسي وكنخلصوا على واحد اخر، علاش غنخلصوا على واحد اخر؟ انا عطيته منيول ونص جوج المنايل وثلاثه المنايل، خصو يعطيني المواكن ديالي، حنا باقي المواكن على السميه ديال الناس، علاش غيكونوا على السميه ديال الناس؟ قال لك القانون الجديد، كيف هذا القانون الجديد؟ تخلص الكريدي على واحد اخر، وانا المحل خسر عليه زباله ديال الفلوس. وانتينا كتشوف الناس اللي جالسه كتقهوى حين سمعوا العافيه، ما جبرنا بقات غير العافيه، الناس ما جبرناهمش مشاو، الخساره هي هذه اللي عطى الله هو هذا. وحنا المحل اللي عندنا طل، تشوف المحل اللي عندنا ماشي ديك المحل دولة السوق او لا شي حاجه، شوف المحل كيفاش عامل، شوف بالرخصه ديالنا بالضرائب ديالنا بكل شيء ديالنا. مين بدا الحريق بالضبط؟ الحريق بدا من بيسو من العماره. ودخل يعني بحال اللي غادي نقولوا اول حاجه بدا من العماره، مطعد المكان. العدد الكهرباء اللي عندك فيه مشكل، عفوا العدد الكهرباء اللي ما استحملش الضغط ديال الكهرباء ديال الالات اللي مشى كلشي، مشى عندي كلشي، ما بقات لا نبيره لا انت كتشوف كلشي مطفي دابا، انت كتشوف سالي. باش يوري لهم مطاعد الحريق باش الحدود الان انت ما عرفتش المقدار ديال الخسائر اللي عندك. ما عرفتش. بقاو معنا متتبعي قناه شوف تيفي في هذا المباشر اللي غادي نحاولوا من خلاله اننا نقربكم اكثر باش نشوفوا هذا الحريق هذا مين بدا. ورائحه ديال الدخان هنا تسكن الانفس طبيعة الحال، فلولا يقظه صاحب المحل اللي استعمل القنينات الخاصه باطفاء الغاز لكان لا قدر الله غادي تكون كما كتشاهدوا. المواقع اللي جابوا لنا خاي ديالي بلاستيكه، المواقع
شو كيفاش النيه؟ ما كناش احنا طفينا هذا الشيء وفرعنا هذا الشيء بس طفينا، راه الناس شو العافيه منين طلعت؟ الناس كاملين تقهروا فوق. ما هو هذا الشيء هذا خصهم هما يعدلوا المواطن ديالهم ويسكتوا على المسائل ديالهم. حنا كيعرفوا غير كيجيبوا لنا مليون 700 800 900 كنخلصوها، ما عمرنا ونهارني ما تخلصش بسيمانه كيجيو يدوا لك المكان. هذا الشيء اللي عطى الله، انت كتشوف ها البياسه فين هي اللي جاب؟ واش هذه بياسه هذه؟ هزها هزها. واش هذه مكانه اللي عاد تحمل المحل؟ التليفون هذا ماشي الادفاع كيتعطل بزاف، غير الادفاع. شوف شو جعنا حنا، حنا اللي تفينا كنا شي حنا قد مشات العماره ما كانش فيها وحده. الادفاع كيتعطل بزاف وامان ديسك كتعطل الظلم هذا. شحال تقريبا تقول قتلناو تقريبا نص ساعة، تعطلوا بزاف اخا ولا ساعة الله، ما كانش يمول المحل وحنا الخدامة ديالو كان مشى للمحل، شو كيش رجعنا كاملين شوف اخا شو طاقة، قالوا عندنا في المحل هنا وجبناهم محل اخر، راه دينا القنينات هادو واستغاثنا بجوج القنينات اخرين، ما كناش استغاثنا بهم، كانت مشات العمارة كاملة، وصاحب المحل سخاف واحد اللقطة سخاف، حنا هزينا هبطنا، صافي ما كاين والو، صافي، هادشي هذا بزاف اخا هادشي هذا بزاف. الساعة اللي كنمشي لعندو كنقول لك لا حتى نشوفو الحال ديالك حتى تعمل الطلب، شمن طلب يا الدنيا مرونة هنا دابا فين هما السلوكة؟ ونطلبوا الله غدا يجيو يعدلوا لنا غير هادشي عاود ترزقوا الله، عاود بقى عليك شي سيمانة ما يجيوش. والسلام عليكم، سمحوا لنا بزاف. المتتبع قناة شوف تيفي كما لاحظتوا، فلولا الألطاف الإلهية ولولا يقظة صاحب المحل اللي كانوا عنده يعني قنينات خاصه باطفاء هذه الحريقه هذا، لكن هذه الحريقه هذايا تسبب لا لا قدر الله يعني في خسائر ماديه وبشريه بطبيعه الحال. ف يعني صاحب المحل فهو في حيره من امره، في حدود الان فهو ما عرفش يعني الخسائر اللي غادي يكون تسبب فيها يعني هذه الحرائق هذوما، ونتمنوا ان شاء الله يعني ان هذه الشركه المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء انها تقوم يعني وتراعي انها مي تقوم يعني بمنح بعض المحلات اللي كيكون عندها ضغط عالي استهلاك ديال الكهرباء، ان تراعي يعني السلامه والوقايه خصوصا من الحرائق اللي كتسبب فيها غالبا بعض التمسات الكهربائيه، كما قلنا يعني يقظه صاحب المحل وكذلك الناس اللي عاونوه، وكذلك انه يعني حامي المشروع ديالو من خلال انه كيتوفر على بعض قنينات الغاز. يعني لكن هذه الحريق هذايا التهم هذه العماره السكنيه والتهم حتى هذا المحل هذايا، وطبيعه الحال كما قلنا فهو لحدود الان فهو ما عرفش يعني القيمه الخسائر اللي غادي يكون تسبب فيها هذا التماس الكهربائي وهذه الحريق هذايا اللي شب في احدى يعني العمارات بجنب هذا المحل التجاري اللي هو مخصص يعني للالعاب. الحركه واقفه وسلس، حتى السلعه اللي عندي تما عاد فسد، ميمكنش الحاجه الثلاجه تاع الفريغوس فريغوس كيدوب عندي تما المس مقهى وقعالي الالعاب وفاسفوت. دابا داكشي اللي عندي تما كلشي عايض دابا، ودا ما جاوش غدا يشوفوا دابا هي غير تبات غير 24 ساعه داكشي عايضو خصو يتسيب، ميمكنش انا نعطيه للكليان. والحاجه انت كتشوف في محاديث يدك الشوكه، حنا خصنا الحاجه نعطيوها للكليان نعطيوها مزيانه. دابا داكشي اللي عندنا في الفريكوس كلشي غنسيبوه، هادشي اللي عطى الله اخي ديالي. تحياتي شكرا. المتتبع قناة شوف تيفي نتمنى ان الرساله انها توصل، كما قلنا فالخسائر يعني لا قدر الله يعني الخسائر تقدر تكون كبيره، خصوصا وان صاحب المحل التجاري اللي هو عباره عن مقهى فيه العاب وكذلك فاست فود، فالخسائر ديالو فلحدود الان فهو ما عرفاش، كذلك فهو عنده مجموعه ديال الالات اللي كتشتغل بالكهرباء، ربما هذا التماس الكهربائي انه يكون تسبب يعني في التلف ديالها، وكيقول بانه عنده ثلاجات فيها مواد غذائيه فغالبا غادي تفسد اذا ما رجعش الكهرباء. متتبع قناة شوف تيفي إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.